كيفكن؟ اشتقنا لكم. هاي يا حلوين، كيفكن؟ اشتقنا لكم، رجعنا لكم فيديو جديد. والفيديو اليوم التحدي عن شو يا سامر؟ انت حدد بعرف التحدي. انا حدد التحدي؟ لا يا سامر، انت رح تحكي. هو التحدي شوي صعب، تحدي الجلوس والقيام مع كاس. انا احنا بالمدرسة. واو، التحدي اليوم يجنن، رائع جدا، مميز لأول مرة كمان رح نعمله بطريقة مختلفة وصعبة. يعني إذا بتقع كاسة بتروحي فيها، أهم شيء مصالح. استيلا شو بك أنت؟ أنا بفوز. فوزي؟ يعني سيري ما عم تعلمك الغسل اليوم، يا شوف عم جايز. واللي بتفوز في ماني شو رأيكم؟ مادام في ماني رح تفوزوا، رح تغلبوا على هذا الشيء. التحدي هذا بدأ جامعات الفيزياء اليوم، يعني لازم هيك جبينكم يكون عالي، ولأنه التحدي كله على جبين عن جد، صعب جدا جدا جدا. جايز خلي المشاهد الأخير وبشوفوا شو رح يصير مع بنتات الحلوين والبابا. شو قلتين النوشي؟ الجبهة. يا سيري مين جبهة عريضة؟ هو ما لها علاقة بالعرض، أنا لها بالتوازن. عن جد؟ خلي المشاهد الأخير وشوفوا. دقلوا على بالجبهة. إيه ماما، إيه صح كلام. أنا بعرف، لا أنجليني ما بتقدر أبدا. اليوم يا أنجلينا تقدري تعمليني، أنا بعرفك صعب عندك. قولوا أنجلينا، قولي لكل المتابعين I love you متابعينا. اوكي بس هالكرمي يعني ما في شوي اكثر. اوكي جايز رح نبدا بالتحدي، يلا استحضوا حالكم. يلا رح اقرر مين اول وحده ولا شو رايكم؟ خليه يما. لا لا ما حدا اليوم عم بتبرع نفسه. ليش جينا مين كل واحدة عم بت... لا وانت سامر حط لها جيري، وجيري بتقول خلي بابا. انا خلاص انا ليش كانت كلها تقول على جيني عم بل... انا شحالي انا خلاص ندري بدها تبدا. برافو ندري. نعمل هيك ولا نعمل حجر ورق بقص؟ نعمل هيك. طب شو يعني؟ ما حجر، كل واحد يتطوع. اوكي ننوشي ليتس جو على التحدي. ننوشي تفضلي، عملوا لها تشجيع يا بنات. يس يس ماما انا تشجيع. تشجيع لننوشي حبيبتي، ننوشي بنتي ننوشي. ليتس جو. ليش تعدوتي بس شيرين؟ شدك ليش ما حاسه؟ لا رح تفوزي نندرين. فيك ترفعي راسك شوي، مو شرط انه تنزلي على الارض اكثر. اوكي جاهزه؟ 3 2 1. بس لا تستعجلي نندرين، بس إذا استعجلتي عن جد رح تخسري. لا تضحكوا على ندرين، جاكارة فيكم رح تربح. لا تستعجلي ننوشي، لا تستعجلي ندرين، لا تستعجلي ندرين، لا تستعجلي أبدا. إيه نزلي راسك أكثر يا ندرين، صح ندرين؟ لا تستعجلي. يس لا 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 حرام حرام بالتحدي تعملي هيك. ندرين ندرين، لا ندرين كانه عم تستعجلي. سامي خلي ندرين انجلينا ما تعمل هيك، رح نعمل فيكي كمان. ها رح اعتبرها رابحه بعدين، حتى لو انا ما اعتبرها رابحه. يا شوي يا مشاغبه يا انجلينا، تتمنوا اختكم تخسر مو؟ هلا بيجي دوركم اللي عم بتشوفوا حالكم. ندرين جاكارة فين يربحي، شوفي شو عم يعملوا. ندرين باللقطة الأخيرة لا تخسري. ها هدي 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 هدي، رح أعتبرك أنت ربحتي. برافو. واو برافو يا ندرين، I love you ندرين. برافو ندوشة. يس يلا برافو. شفتوا ليك؟ شفتوا شفتوا شو بنتي ربحت؟ هلا يجي دوركم دوركم. يلا تفضلوا. مين رح مين 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 رح برا؟ واو ندرين ما احلاكي. انجلينا تفضلي. يس انجلينا والدور الان لا انجلينا. يلا 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 يا انجلينا فتحن فتحن. تبرعتي يا انجلينا. طريقة تعرفتي طريقة كيف؟ نعم أساس يعني جاية عم تشوف حالك. يلا يلا نزلي راسك.
سارات خليها تروح على طرف. قوية جينا قوية. كنت عم شوف ولا على قوية مو قوية. لا 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 بصير بصير مو مشكلة. أيوة هيك لا. آه بابا بده يغص يعني. لا هاي الصورة. بصير بصير. إيه بصير. لا. برافا جينا. على. يما. حتى على. بصير. بالصباح حطيه ضبطين انت يعني كل واحد راسه راسه دقيقه ضبطت مرتاحه. ليتس جو هدي ها انجلينا لا دايما خلي راسك لورا لا دايما خلي راسك لورا تذكر يا الكلمه توازن يس يلا لا انجلينا شو بتركن جبت انجلينا صغيره لا 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 كل يا تكون حلوين ما شاء الله يخزي العين هو انجلينا خسرت نو انجلينا ليش ما في ماني يلا سيلا شو ضحكتكم حلوة لا عبد ماما يغشوا شو شو بدعم تفقوا من وراي وانا ما شفت لا لا ما في لا عم تخونيني معلش شو بقى بس صديقتي يلا بابي بس لا تستعجلي ستيلا كمان سعراتها ايه تفضلي سعراتها هيك رح تخسرها لا لا سعراتك رح تخسري ماميتو رح تخسري اوكي يلا ستيلا لا تستعجلي مو مش انجلينا استعجلي شوي فوق لا فوق أحسن لما راح تقع أهل. لا سلع شوي بعديها شوي صغيرة شو انتو بالحفلة ولا على أساس هذا تجهيز وان لاتس جو رقبتك كلها تحت أيوة رقبتك دايما على الآخر يس يا ستيلا برافو يا ستيلا تحكوا على ستيلا هلا بتشوفوا شلون سعيدين ستيلا 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 بس شيرين ماما حكيت المجنونة راسك لورا ما بصير ترفعي راسك شيرين هلا بنشوفك انت بتحبي تيجي؟ تعالي يا شيرين تفضلي يلا يا شيرين ما كنت انا انت بحالك جيدي ما خبرنا ما قلنا لك تعالي تفضل دايا انا بحالي كيف بدنا نغش يعني بالكاسه يعني ايه يعني حاطين لزق يعني قدام المتابعين هالشفتيه شو ما فكرت الموضوع ما فكرت مو تحطي لزق وبشفاف وتيجي لعنا يا غشاشه بس كعكولا شيري بس ولا سكاكه عني معلش هيك يلا شيرين يا شيرين لا هيك رح تقع بعديش لا لك بعدي لا ايه ماما شو بعدي شوي اوكي يلا ورقبتك لازم ما تنزليها دايما تاخديها من للورا اوكي شيري يلا شيري ذكري هالكلمه رقبتك لورا 3 2 1 مثل ندرين طريقه ندرين كانت كيف يلا يا شيرين هدي يا شيرين هدي شيرين رقبتك تذكري تذكري يلا يا شيرين هدي شيرين لا تنزلي رقبتك ابدا يا شيرين يس شيرين شيرين نزلي رقبتك شيرين يلا 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 ايوه معلش تاخذ راحتك كيف ما بدك ابرمي مو مشكله بس المهم تربح يا خسرت يا عادي مو عادي ماما لا يلا يا سامي تفضل شو ليك أزب سرخة؟ شو سرخة؟ أنا في الزرخة وهلا الدور الأخير لا سامر لا بابا ورح نشوف كيف رح يكون ردة فعل سامر إنه يقدر يعمل هذا شو لا يخسر
على بابا عم تدعي ايه حرام ضحك عليا ليه يا هذا بابا شيرين شرانيس كتير ايه انا يس سامر برافو صح خلاص وليك انا ما احكي حاولها بالاخير يعني تعبك راح كان راح يروح على الفاضي هلا كانت ما في ثواني كانت راح تقع واو يا شو سامر انا اسف جايز اللي ربحت معنا ننوشتي واو دولورات انجلي ننوشتي تعطيني لا ماني مصلحة مع حدا شو عليه لا تعطينا جايز اللي خسروا معنا هدول اربعة واجت يومها عن جد انتقموا منهم يا متابعينا انتوا اكتبوا شو راح نعمل هدول الاربعة لازم نعطيهم احلى عقاب وهيك وصلنا لاخر فيديو نتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو انت ليش اخذي مصاري انا طيب لا خدي انا بتطيب ونقول يوم جديد فيديو جديد اشتركوا بالقناه حطوا لايك باي باي